اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد من الاهلي في رمضان. وفي البدايه الاول قبل ما نتكلم في حاجات كثيره جدا جدا، لان هذا الشهر هو شهر الخير الحقيقه. دائما ما يكون هذا الشهر هو شهر خير لكل العالم ولكل المسلمين في كل مكان، ولكن ايضا للنادي الاهلي. الحقيقه الشهر ده جاي لنا باخبار جميله جدا، ولكن خلونا نبدا الاول وارحب بزميلي وصديقي العزيز عبد الرحمن ناجي اللي هيكون معانا النهارده علشان نقدر نتكلم في كل هذه الامور. ازيك يا عبد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مساء الفل عليك. كله تمام؟ ودايما رمضان شهر الخير زي ما انت قلت. دايما رمضان ده الشهر اللي يعني بصرف النظر عن اي حاجه، البطولات في النادي الاهلي موفقه دايما في رمضان، بس هو شهر خير في كل حاجه فعلا. كل حاجه بيعدي بسرعه جدا، يعني احنا لسه كنا احنا بقى لنا اسبوعين. احنا النهارده عدينا اسبوعين بثلاث اربع ايام، 18 رمضان. اقل من اسبوعين للاسف الشديد، ولكن دائما يظل رمضان هو شهر الخير. الحقيقه هنتكلم في امور كثيره جدا النهارده فيما يخص المباراه بكره، فيما يخص التذاكر، وفيما يخص حاجات كثيره جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم. ولكن النهارده هي ليله مباراه نهائي كاس مصر في نسخته رقم 90، بطوله من اعرق البطولات في الكره المصريه. زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم في امور كثيره جدا، ولكن دايما شهر رمضان بافراح كثيره جدا للنادي الاهلي في مختلف الالعاب. في الهاندبول، لو حضراتكم تتذكروا في احدى حلقات البيت الكبير من شهر ونص، قلت لحضراتكم احنا عندنا فريق كره يد محترم، عندنا مدير للنشاط الرياضي محترم، عندنا مجلس اداره بيساند كل الالعاب. قلت لحضراتكم انتظروا هذا الفريق. الفريق كان محتاج، او ما زال محتاج بالمناسبه، مش عشان انا كسبت الدوري، ما انا بكسب الدوري 24 مره، ولكن مش عشان انا كسبت الدوري هقول لحضراتكم ان احنا لا، احنا عندنا افضل من كده وعندنا لسه كمان، وان شاء الله اللعيبه دي لما تاخد خبره اكتر وتزيد البطولات هتزيد بطولات اكتر داخل النادي الاهلي. معاهم مدرب كمان محترم قوي يا كابتن، ومعاهم مدرب على رايك رائع جدا جدا، استطاع النادي الاهلي ان يتعاقد معاه علشان يطور الحقيقه من شكل كره اليد في النادي الاهلي. ايضا شفنا فريق كره السله بيكسب نادي الزمالك بفارق كبير جدا امبارح، وفي المباراه الاولى في نصف نهائي بطوله الدوري الحقيقه برضو كنا مغلوبين في الثلاثه كوارترز الاولانيين، ولكن قدر النادي الاهلي ان هو يعمل ريمونتادا جميله جدا ويقدر يكسب في برضو اجوستي مدرب بيدير المباراه الكبيره بشكل رائع كابتن. فالحقيقة فرحانين ومبسوطين وسعداء، وسنظل دائما سعداء. ولكن أيضا امبارح كان في خبر جميل بتتويج فريق النادي الأهلي مواليد 2006 ببطولة زد الدولية، بطولة رائعة الحقيقة، وأيضا خبر يستحق أن احنا نقف عنده، لأنه مستقبل النادي الأهلي وقطاع الناشئين في النادي الأهلي. لما الاقي الشباب أو شوية ولاد الحقيقة و نفسهم يعملوا حاجه للنادي الاهلي، وبداوا ان هم يعملوا حاجه للنادي الاهلي، بيكسبوا ايضا بيهم انديه اوروبيه، وكمان بيتفوقوا على نادي فينورد الهولندي، واحد من افضل المدارس الناشئين في العالم الحقيقه، وده تقدر تشوفه في كل ما يحدث في هولندا في المباراه النهائيه. فكل التحيه لقطاع الناشئين ومجلس اداره النادي الاهلي اللي بيوفر كل الاجواء للنجاحات دي.